تاريخ سوق الخميس، كان زمان مضى حوالي له يعني عمر يعني 120 سنة تقريبا، يرجع تاريخه لأكثر من 100 عام. سوق يبدأ وقته من طلوع الفجر إلى صلاة الظهر، من الأسواق الشعبية القديمة في المنطقة الشرقية بالتحديد الأحساء. حكاية بساطة يحكيها المشهد، محتفظ بطابع الخاص رغم وجود تطور في المحلات والأسواق الحديثة، ما زال تراث المنطقة متواجد بالبسطات والمظلات. كل طلبات ناس موجودة في يوم الخميس، من خضار، من بصل، من أشجار، من جميع الأشياء. سوق الخميس أخذ من اسمه نصيب، اللي كان يقام في السابق يوم الخميس، لكن مع تغيرات الإجازات الأسبوعية صار يقام يوم السبت، وباقي محافظ على اسمه. سوق الخميس جمع، يعني نسميه مجمع للخضار والفواكه والأشجار والمواد الأخرى والحرفيين، كله يتجمعون يوم الخميس. يرتاده الجميع من مختلف المدن والمحافظات المجاورة لتنوع منتجاته وأسعاره المعقولة.